واو، إنها محفظة جميلة. دوجينج جينج، أهي لك؟ بالطبع، إنها آخر موضة. انظروا، يوجد بها ثلاث طبقات. إذن ما هذه؟ هذه ممسحة كهربائية، حجمها صغير لسطح المكتب، وأستخدمها لكي أنظف. هذا رائع، لديك الكثير من الأشياء الرائعة. بعضها يهديني إياها والدي من رحلات عمله، والبعض الآخر أقوم بشرائه بمصروف الجيب. والمحايا أيضا تبدو لطيفة. حسنا، إذا سأهديكما ممحى. دوجينج، نشكرك. ولماذا تشكراني يونايتنج؟ لماذا أنت منزعجة؟ يبدو أن يونايتنج أكلت الليمون الحامض. يونايتنج، لقد طلبت منك إقراض النقود ورفضت. أنت بخيلة. دوجينج جينج كريمة. لست بخيلة، لقد رفضت عطاءها، فوالداها لا يقبلان. لدي رقائق البطاطا، وهذا البسكويت والحلوى. جميعاً أدعوكم اليوم إلى حفلة شاي يونايتنج. لماذا أنت كريمة اليوم؟ لا تتحدثي كثيراً وكلي. يونايتنج، لماذا هذا الكرم؟ لقد حصلت على مبلغ كبير من المال. دوجين جينج، خذي كل ما تريدينه. يونايتنج، لا تنسيني عندما تحضرين الطعام. حسناً. يونايتنج، من أين حصلت على النقود؟ من جدتي. والآن من يظنني بخيلة؟ في المرة القادمة اشتري النوع غير الحار من هذه الرقائق، هذا لذيذ ولكنه حار. حار جدا. وأحضر المزيد من الطعام، سأكون سعيدا بذلك. ألا تكتفي من الطعام أنت؟ أنا سعيدة جدا لدعوة الجميع. يونايتنج، هل ستقيمين حفل شاي آخر؟ بالتأكيد. أين النقود التي أخذتها من جدتي؟ 2، 3، 5. يا إلهي، لم يتبقى سوى 5 قطع. لقد انتهيت. أحب هذه الكتب المصورة. السبب، لقد كان ثمنها باهظاً. انتهيت، لقد كانت خطتي بلا فائدة. أختي؟ أختي، ما خطبك؟ لا شيء، أوف، لن تفهمني. أمي، انظري إلى يدي. ما بها يدك؟ مؤخراً لم يعد لدي الكثير من المال. أمي، أيمكنك إعطائي مصروف الشهر القادم؟ يا إلهي، أين تعلمت هذه الأشياء؟ أتحتاجين إلى عاملة؟ وظفيني. أعتذر، لا أحتاج. ولكن أنت علمتني، باستثناء ضوء الشمس والهواء، جميع الأشياء تحتاج إلى عمل لنحصل عليها. لكن والدتك قوية وليست بحاجة إلى المساعدة. هيا، وقعي هنا الآن، سأقرضك. لن يكفيني هذا المبلغ. أمي، إن حصلت على علامة جيدة في الرياضيات، أتعطيني مكافأة؟ حسناً، ولكن سنتحدث عن هذا بعد الاختبار. مرحباً يونايتنج، أين ذهب بوفيه الوجبات الخفيفة اليوم؟ انتهت النقود التي أملكها. أظن أنه من الرائع أن يكسب الأطفال أموالهم بأنفسهم. والدتك لا تعطيك المال؟ بالطبع، ولكن أمي تقول لي إنها ستحتفظ بهذه الأموال من أجلي، ولن أخذها الآن. صحيح، ووالدتي تفعل هذا أيضاً، ولا تعطيني الكثير من الأموال. وانهيه، لديك قدرة رائعة على التعبير. يونايتنج، المتجر عادة ما يرغب بالتخلص من صناديق الورق المقوى، ومصروفي يأتي من المال الذي أكسبه من بيعها. حقاً؟ بالتأكيد. سأكلمك. م- م-
أمي، تخلصت من الصناديق الورقية. ما زلت طفلاً، ماذا تفعل؟ اتركها يا بني. أمي، التقاط القمامة من الأنشطة الاجتماعية. هذا كل شيء في تجربتي الخاصة، هذا لا يكفي، علينا البحث عن المزيد أيضاً. حسناً، سنتبع الخطة. وانغ هي، أنا أشكرك لإعطاء هذه الفكرة الرائعة. أنا مستعد دوماً لمساعدتك، ولكن إن قمت بشراء الكتب هل تعيرينني إياها؟ لا مشكلة، دعونا نذهب، ليس لدينا وقت. مرحباً أيها العم، ألديك صناديق تغليف لا تريدها؟ لا، رميتها. مرحباً أختي، ألديك أي صناديق تغليف تريدين التخلص منها؟ نعم، لدي كومة كبيرة هنا. مرحباً سيدي، دعني أرميها عنك. حسناً يا ابنتي. لو علمت أن هذا سيحصل لما تخلصت من الخردة. من الصعب كسب النقود. والآن يمكنكم أن تفهموا شعوري. سيدي، أتشتري المخلفات؟ ها؟ يا أطفال، هل جمعتموها بأنفسكم؟ بالطبع. في هذا الطقس الحار، أنتم أطفال رائعون. هذه الصناديق تساوي 10 قطع نقدية، أما الزجاج يساوي قطعة، لذلك المجموع هو 11. يا إلهي سيدي، هذا قليل جدا، هل هذا ما عملنا بجد لكسبه؟ يا أطفال، حتى تتعلموا قيمة كل قطعة نكسبها من تعبنا، هيا تفضلوا. إن كسب النقود أمر صعب. 12 قطعة، إنها غير كافية. سأفكر بطريقة أخرى. أين ذهبت نقود نيونايتينغ؟ بنيتي، اليوم أعطيت نيونايتينغ بعض النقود. أمي، أنا متضايقة قليلاً. لقد ذهبت ابنتك نيونايتينغ مع وانغ هي لبيع الخردة اليوم. نيونايتينغ! أمتأكدة أنها أخذت كل النقود من الحصالة؟ ومن سيكون إذن؟ هل كان إذن مبلغاً كبيراً؟ ليس هذا المهم، هل تفهم؟ ما الأمر؟ ما الأمر؟ ماذا؟ هذا الأمر خطير جداً، ألا تفهم؟ حسناً يا زوجتي، لا تغضبي. افهمني، ألا تعتقد أنه من الغريب جداً لطالبة تبلغ من العمر 8 سنوات أن تطلب الكثير من المال؟ ربما تفعل شيئاً سيئاً. لن تفعل شيئاً سيئاً، أعتقد أنها اشترت الطعام، لا تشغلي بالك. يجب أن نأخذ حذرنا. ماذا؟ كتاب قصص؟ أجل، بعت الخردوات وأفرغت الحصالة لشراء الكتب فقط؟ أجل. نيونايتينغ، هل قمت حقاً بكسب النقود؟ أنت فقط تضحك معها. نيونايتينغ، لا مانع من قراءة الكتب المصورة بشرط ألا تؤثر على دراستك. وأيضاً في المرة المقبلة لا تخفي شيئاً عن والديك، تبعين النفايات، ماذا لو واجهت خطراً؟ لقد اتفقنا بشكل مسبق أن تستثمري نقود الحصالة بشكل مناسب. في سنك هذا لا يجب أن تخفي شيئا عن والدي، هل فهمت؟ لقد فهمت. أمي، أبي، أرجوكما، لقد تحدثتما كثيرا الآن، لكن لم تخبراني كيف يمكن أن أحصل على كتابي المصور. حسنا. رائعة جدا. هيا لنبدأ رحلتنا في المكتبة. صغيرتي، إنها بطاقة للمكتبة، يمكنك استعمالها إن رغبت باستعارة الكتب. مفهوم. حسنا، لنذهب إلى الطابق العلوي. شكرا أبي، سأستعير كثيرا من الكتب. تعالوا انظروا، يمكن استعارة جميع كتب الأطفال بالمجان. أبي، أمي، أريد كتابا أيضا. حسنا بني، اذهب والقي نظرة، يبدو أنه مكان جيد للأطفال في العطلة. واو، القراءة في المكتبة رائعة وتوفر المال. نيونايتينغ، يمكنك قراءة ما ترغبين به، المكتبة عبارة عن محيط. محيط؟ أنا لا أجيد السباحة.
أتمنى لو لدي عدة أجساد، أحدهم ينهي الواجب المدرسي والأجساد الأخرى تخوض مغامرات من الجبال إلى البحار، يكون وقتي حماسي. أخيراً انتهى الفصل الدراسي، نلعب نمرح نتأرجح نحن الأصدقاء، نتشارك الحلوى وبعض الأشياء، فلتدوم الصداقة.